الزمخشري. أليس محمود بن عمر. عمر. اللقب الزمخشري. الكنية أبو القاسم. أبو القاسم. ألف الزمخشري كتبا عديدة، أهمها المفصل في علم العربي. ما أعجب أمر هذا البيت. هذا بيت الزمخشري، بني على شكل كتاب تخليدا لكتابه الشهير المفصل في علم العربية. أهلا، أهلا بكما. تفضل. هل أنت الزمخشري؟ لا، أنا محمد النعساني الحلبي. السيد النعساني مؤلف كتاب المفصل في شرح أبيات المفصل. أصبت. كنت كلما قرأت بيتا من الشعر في كتاب الزمخشري عربت كلماته تفصيلا، فطبع كتابي في ذيل كتابه، ولهذا السبب أسكنني أهل النحو مع الزمخشري في بيت واحد. هو في الطابق العلوي وأنا هنا. تفضل تفضل. الزمخشري، الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية، وجبلني على الغضب للعرب والعصبية، وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز.